اكتشف العلماء في الصين نوعا جديدا من انفلونزا الخنازير يحمل سمات جينية لثلاث فيروسات. وحذر العلماء الصينيون الجامعات الصينية والمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن الفيروس من الممكن أن يتحول إلى وباء عالمي وقد يسبب جائحة شبيهة بكورونا. وأكد العلماء أن فيروس زيكا ينتقل من الخنازير إلى الإنسان وأن البشر لا يملكون أي مناعة ضده، كما نوه العلماء بأن زيكا مؤذي للغاية ويتكاثر في الخلايا البشرية ويسبب أعراض أكثر خطورة من الفيروسات الأخرى. وأطلق العلماء على الفيروس الجديد اسم زيكا، وأشاروا إلى أنه ينحدر وراثيا من سلالة فيروس إنفلونزا الخنازير التي تسببت بجائحة عام 2009.